والله العظيم هذا النص إذا جبته من جريدة أنا أقبل به بعد. تحولوا حتى أنظر في الأمر، وين لقيته بأي كتاب؟ مو إحنا مو في سوق، إحنا في ميدان علم. هذا النص الذي ذكرته تحولوا حتى أنظر في الأمر، أنا أقبل به حتى لو من جريدة، لو مكتوب على الحائط وتصور للحائط هم أقبل به. منين جبت هذا النص؟ يقولون كتاب الله وعترتي وذبحتونا يا شيعة. خلي يرد عليكم الشيخ عبد العزيز، تفضل شيخنا عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول مستعينا بالله عز وجل، إذا تأملنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن ليس هناك اعتصام إلا بالكتاب والسنة، وليس اعتصام بالعترة. العترة بشر يخطئون يصيبون، والعترة لسنا مكلفين باتباعه. والصحابة ليسوا بشر؟ الصحابة بشر أم ليسوا؟ لا لحظة أبو عائشة أرجوك، الصحابة بشر أم مو بشر الصحابة؟ أنت تأخذ السنة من الصحابة، ليش تأخذها من الصحابة وما تأخذها من العترة؟ هذول بشر هذول بشر. النبي قال عترتي ما قال صحابتي. ها يا شيخ، يا شيخ أبو عائشة، أيها الشيخ أبو عائشة، نحن نقول أنه لو تأملنا القرآن الكريم، القرآن الكريم في آياته والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته ماذا يقول؟ يقول وما يقول الله في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. أحسنت، هاي آية مطلقة أم مقيدة أبو عائشة؟ هذه الآية مطلقة فيما آتاكم الرسول أم مقيدة بقيد؟ أيضا أبو عائشة، سؤال سؤال واسترسل شيخ أبو عائشة. الذين آمنوا شيخ عبد العزيز وأطيعوا الرسول. يا شيخ عبد العزيز، يا شيخ عبد العزيز أبو عائشة، تنازعتم في شيء أبو عائشة يا جماعة سورة ما يسمعني. نقطة نظام، نقطة نظام. ألو نقطة نظام أبو عائشة. أنا ما بداني أكمل لا لا، بس فقط نقطة استفسار فقط والله أتركك. هذه الآية القرآنية الكريمة وما آتاكم الرسول فخذوه، هذه مطلقة في جميع ما آتاكم الرسول أم مقيدة بقيد؟ لا في الآية هذه مطلقة. طيب لماذا عمر رد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل بالإطلاق؟ إذا كل ما يأتيك الرسول إذا كل ما يقوله الرسول يجب عليك حسب الآية أن تعمل به. هذه الآية ما آتاكم الرسول فخذوه قلت مطلقة، لا يوجد قيد، لا تبليغ ولا غير تبليغ. الآن حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله أن يكتب لهم كتابا، لماذا اعترض عمر؟ لماذا لم يعمل بالإطلاق؟ ليس ما في هناك اعتراض، هناك حوار. ألم يقل حسبنا كتاب الله؟ أمام فخذوه. اسمع وضع ماذا؟ وضع حسبنا كتاب الله أمام هذه الآية المطلقة وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما قال لكم لبوه، افعلوا كل ما يقول لكم. هذا دليلك لماذا عمر اعترض كما يقول ابن حجر، وصمم عمر على الامتناع، وكما عند ابن أبو يعلى الموصلي بسند صحيح، فتكلم عمر فرفضها. لماذا يرفض سنة رسول الله عمر؟ طيب. أولا نعم. عمر رضي الله عنه والصحابة لم يردوا أمر الرسول، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتبهم ولم يعنفهم. لا ما عاتبهم، بس طردهم، قالهم قوموا، بل رجع إلى رأيهم في عدم الكتابة. أها. إذ لو كانت الكتابة من الله. ومن الذي قال في صحيح البخاري دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه؟ تدعوني إلى عدم الكتابة، هذا ابن حجر يقول، وأنا والذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. كيف وافقهم وهو يقول لهم في صحيح البخاري دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه؟ هم دعوه إلى عدم الكتابة، كيف يقول الذي أنا فيه؟ كيف وافقهم؟
كيف وافقهم ما قد طردهم؟ قال لهم قوموا طلعوا برا. كيف وافقهم؟ اولا النبي عليه الصلاه والسلام لم يطردهم. لا لا ما طردهم، قال لهم قوموا قوموا من غرفه عائشه دخلوا غرفه حفصه. صح، النبي عليه الصلاه والسلام لم يطرد اصحابه، بل قال لهم تحولوا عني قوموا عني. وين وين تحولوا يعني؟ وين تحولوا؟ قال لهم قوموا من غرفه عائشه الى غرفه حفصه. صح، حتى اني انظر في الامر. احسنت قال لهم تحولوا. احسنت شيخنا، قال لهم تحولوا. وين هذا النص؟ والله قال لهم تحولوا حتى انظر في الامر. اين هذا النص؟ تحولوا حتى انظر في الامر. وين اعطيني من يا جيب؟ من جيب الدشداشه اليمنى ولا اليسرى شيخنا؟ من اي جيب؟ الدليل وينه؟ هذا الدليل، تحولوا حتى انظر في الامر. انت مو تقول وافقهم، هسه شو صارت انظر في الامر؟ كيف تحولوا حتى انظر في الامر؟ الدليل صلى الله عليه وسلم انه بعد ذلك لم يكتب الكتاب وصوب راي عمر. لم يكتب الكتاب، امنا بالله. انا اريد هذا النص، تحولوا حتى. لا لحظه يا شيخ والله العظيم هذا النص اذا جبته من جريده انا اقبل به بعد. تحولوا حتى انظر في الامر، وين لقيته؟ باي كتاب؟ الروايه تقول دعوني فقلت لا انا اريد هذا النص، هذا النص والله العظيم اقبل به حتى لو كتاب الف ليله وليله. يا شيخ ابو عاشه والله العظيم هذا النص حجه، هذا النص لحظه ارجوك يا شيخ عبد العزيز، يا شيخ عبد العزيز حج وعد ما موجود حتى يسعفك، والله ما موجود الحج ما موجود يسعفك الان. اسمعني ارجوك هذا النص يا شيخ ارجوك، احنا مو في سوق، احنا في ميدان علم. هذا النص الذي ذكرته تحولوا حتى انظر في الامر، انا اقبل به حتى لو من جريده، لو مكتوب على الحائط وتصور للحائط هم اقبل به. منين جبت هذا النص؟ النص واضح الدليل على يلا المصدر هذا القلم وهاي الورقه، يلا المصدر ان النبي عليه الصلاه والسلام عندما خرجوا من عنده وجلس مع نفسه ونظر في اقوال الفريقين، بعد ذلك قرر صلى الله عليه وسلم الرجوع الى راي عمر، فصوب رأي عمر رضي الله عنه وأخذ به ولم يكتب الكتاب. أحسن. على ذلك أن لا أريد لحظة شيخ أبو عاش، أريد هذا الكلام ذكرته تقرأ لي بالمصدر، تقول لي هذا الكتاب الفلاني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما خرجوا من عنده قال لهم تحولوا، فحينما خرجوا من عنده نظر في أقوال الفريقين، ها بس كون مسند على رسول الله، ثم قرر اتباع رأي عمر. جيب لي يلا قابل وين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ماذا قال الإمام النووي؟ أعطيني المصدر يا شيخ، المصدر بس اذكر المصدر. هذا في المنهاج منهاج مسلم شرح الإمام النووي، ماذا يقول؟ المنهاج يلا ماشي المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج، يلا اي ماذا قال في اي باب؟ قال الامام النووي رحمه الله عليه اي عمر رضي الله عنه كان اعلم وافقه في هذا الامر، افقه من رسول الله الصلاه والسلام، صوب راي عمر ورجع الى قول عمر ورايه. احسنت لحظة أرجوك الآن هو ما في إنهم قال لهم قوموا تحولوا ثم يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوب رأي عمر، معنى هذا الكلام إن رأي عمر هذا المتأخر أصوب من رأي رسول الله صلى الله عليه وآله المتقدم، صح؟ لأنه رجع إليه، صح؟
لا نقول النبي عليه الصلاة والسلام صوب رأي عمر ورجع إلى رأيه، فهو رجع على لحظة رجع إلى رأي عمر عن ماذا؟ رجع عن ماذا؟ عن رأيه هو أم عن رأي صحابي آخر؟ في رضية الخميس ما عاد كتب الكتاب. إيه الرأي الأول ماذا كان؟ شنو كان الرأي الأول ورجع عنه النبي؟ الرأي الأول ما هو؟ في فريق قال لا تقدموا وفريق قال لا مو ما أتكلم عن الفريق. من الذي أول واحد قال؟ من أول واحد قال؟ اسمعني لا مو الفريق، أنا ما أتكلم عن الفريق. النبي صلى الله عليه وسلم طلب كتابة الكتاب لولا أمر بذلك لولا؟ أولا أنا أنقل النبي أمر رأيك. النبي أمر بالكتابة النبي أمر بالكتابة أم لم يأمر يا شيخ؟ صلى الله عليه وسلم على كتابته للمسلمين قال فيه الإمام النووي اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي به، فقيل أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع نزاع وفتن، وقيل أراد كتابا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة ليرتفع النزاع فيها ويحصل اتفاق على النصوص عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كلام النووي هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذا، ثم ظهر أن المصلحة تركه أحسنت. أما كلام عمر رضي الله عنه بلخ هذا كلام النووي، فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر ودقيق نظره. أنا أكمل لك ودقيق نظره الآن لأنه خاشي أن يكتب صلى الله عليه وسلم أمورا ربما عجزوا عنها واستحق العقوبة عليها لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيها، فقال عمر رضي الله عنه حسبنا كتاب الله. أحسن لهنا خلصنا هذا إخواني هذا كلام النووي أمامكم على الشاشة اللي ذكر الشيخ أبو عائشة، هذا يقول وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بالكتاب حين ظهر له إنه مصلحة، يعني أول مرة النبي كان يعتقد أن الكتاب مصلحة صح؟ كلام النووي نعم. أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر إن المصلحة تركه. متى عرف النبي إن المصلحة تركه وليس كتابته؟ متى عرف؟ بعدما خرجوا من عنده الصحابة أخذ يفكر في القولين. لا 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 ما ماكو خرجوا من عنده، ما موجود ما موجود ما موجود بعدما خرجوا. هذا كلام النووي أمامي. لا لا هذا الكلام أمامي، ما عنده ما في خرجوا من عنده. يقول ثم ظهر إن المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول. طيب بسبب ماذا نسخ هذا الأمر؟ بسبب كلام الصحابة؟ لا لو كان أمر واجبا لما تردد الدليل. لا ما أريد واجب ولا مستحب، أنا أسألك هذا الأمر تبين للنبي صلى الله عليه وآله إن تركه أصلح بعد أن تكلم الصحابة لو قبل أن يتكلم الصحابة؟ بعد ما تكلم الصحابة. من الصحابة الذي تكلم؟ هذا سو ميوت. من الصحابة الذي تكلم؟ هو من الصحابة الذي تكلم؟ من الذي تكلم؟ لحظة من الصحابة الذي تكلم؟ هو من؟ أعطيني اسم شخص من؟ يا قلت لك الصحابة الذين كانوا موجودين في المدينة. من الصحابة تكلم؟ من أول من تكلم؟ من أول من تكلم من الصحابة؟ من أول واحد تكلم منهم؟ أنا كل النبي رجع إلى قوله من انتهى الموضوع. ماشي أنا وياك مسلم لك النبي رجع إلى قوله، لكن بعد أن تكلم من؟ يا شيخ أرجوك من أول من تكلم من الصحابة؟ الصحابة كلهم تكلموا، لكن كلام النووي. شوش يا أخواني شوش يا شيخ أبو عاش أرجوك
يا شيخ يا شيخ يا شيخ يا شيخ أرجوك أرجوك نقطة نظام شيخ عبد العزيز نقطة نظام. الآن الصحابة كلهم تكلموا ما عندنا مشكلة، لكن أول من تكلم من الصحابة من؟ عمر. الصحابة كلهم تكلموا وكلهم قالوا رأي. لا أول من تكلم من؟ أول من تكلم الأول كلهم قال برأيه. لا هو من قال؟ من قال حسبنا كتاب الله؟ من الذي قال حسبنا كتاب الله؟ حتى في الرواية قالوا وقالوا من الذي قال حسبنا كتاب الله؟ من الذي قالها؟ سيدنا لحظة، لا أبو عاشر، من السابقون الأولون بالتكلم في هذه الغرفة؟ من هم السابقون الأولون؟ الصحابة تكلموا جميعا. أحسن. من السابق الواحد؟ الآن السابقون جماعة، اللي سبقهم أول واحد مين؟ من الصحابة يعني الذي تكلم؟ أي نعم عمر. إذن النبي صلى الله عليه وآله رأى المصلحة، ولكن بعد أن تكلم عمر وبين عدم المصلحة كما يقول النووي رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خطائه واتبع كلام عمر. إذا ما آتاكم الرسول فخذوه أو لا تأخذوه قيموه. لا لا غلط غلط لا غلط غلط لا غير صحيح. لا اسمر أبو عاشر خلص المشاورة. لا خلص غلط سيدنا غلط. تقول ما وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم عمر فخذوه وما نهاكم عمر فانتهوا. أحسنت. لا تقرأ غلط سيدنا. أحسنت.